حمد الروثان، المركز الثاني في بطولة باريستا السعودية. الحمد لله توجت بالمركز هذا وأنا ما كملت سنة في المجال. هذا دافع كبير لأي شخص حاب يدخل البطولة أو حتى ماله في المجال الكبير، فالواحد يقدر يسوي يعني حاجات كثيرة، بس مجرد ما أن الواحد يكون عنده شغف قادر إن شاء الله يوصل، ليش لا؟ فكرته مستوحاة من فكرة القهوة نفسها. القهوة فيها فرمنتيشن، فأنا سويت فرمنتيشن، لكن على حسب قوانين البطولة ما طولت فيه. القهوة فيها تروبيكال فروت كإيحاءات وفيها نطي. كانت الفكرة أني أغير الكاركترستيكس هذه حقت القهوة، فبدل النطي خليناها تشوكلتي، ومن التروبيكال فروت اخترنا الدراغون فروت، فقدرنا نسوي ميكس حلو. الفاكهة اللي اخترتها بسلالة معينة، إيحاءات مثل إيحاءات القهوة، فسوينا ميكس رهيب وطلعنا بإيحاءات جديدة. الحمد لله حققنا المركز هذا. أتمنى أشارك السنة الجاية، السنة اللي بعدها، إلى أن نحقق إن شاء الله المركز الأول، ليش لا؟ إن شاء الله.